سجل اليوم هدفه الشخصي الثاني مع فريق لافينا. كرة عرضية خطيرة وراسية وراسية راسية صاروخية، هدف تاني لفريق المدينة المنورة. محمد حمدان يقرب المسافات من جديد، صاحب القميص رقم 18. كرة عرضية وراسية صاروخية في غياب الرقابة الدفاعية، محمد حمدان يسجل من كرة استثنائية. شوف الكرة العرضية يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، محمد حمدان يسجل برأسية صاروخية يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. النهاردة كلها في الزاوية 90،